مرحبا بكم اعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني متوسط المنهج الجديد، درسنا اليوم اليونت الثاني الدرس الثالث، عنوان الدرس في المطعم أو في مطعم، قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيج الفيسبوك الأستاذ طه حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثاني متوسط، نبدأ بالدرس يونت 2 لسن 3 اليونت الثاني الدرس الثالث ان الريستورانت في المطعم أو في مطعم ما بالبداية يقول لي لك هذا منيو منطيني صورة قائمة طعام أحد المطاعم يقول لي use the definitions to work out any dishes you don't know استخدم التعاريف اللي منطيني هنا بأسفل هذه القائمة to work out any dishes you don't know لكي تعرف أي طبق لم تعرفه سابقا يعني مثلا راح تصادفني بهذه القائمة الطعام بعض الأطباق ما أعرف شنو معناها منطين تعريفها بأسفلها على مود أعرف شنو المطلوب من عندي أو على مود أعرف شنو هذا الطبق كمثال نجي على اللحوم هو مقسمها القائمة الطعام قسمها اللحوم والأسماك والحلوة والمشروبات إلى آخره نجي على اللحوم اللي متوفرة بهذا المطعم كاتب لي لام كوري لام كوري ما عرفت شنو معنى كلمة لام فمن اياها بالتعاريف الجوة كلمة لام معناها ذا meat of the sheep هو لحم الخروف إذا عرفت أن اللام هو لحم الخروف لام كوري لحم خروف بالكاري نعرف أن الكاري هي أحد التوابل إذا من خلال التعريف اللي بأسفل هذه قائمة الطعام عرفت شنو معنى كلمة لام بيف كوري بيف كوري شنو معنى كلمة بيف همنا منطيني تعريفها the meat of the cow اللحم البقري اذا لحم بقري بالكاري فرايد chicken معناها دجاج مقلي برجر هي اكله البرجر والهوت دوغز هي النقانق وراها البيتزا المتوفره تشيز اند توميتو بيتزا بالجبن والطماطم الاسماك المتوفره فرايد فيش سمك مقلي جريلد فيش سمك مشوي فيجيتابلز الخضروات اللي متوفره بيكت بوتيتو مشويه فرايز مقليه سلطة السلطة رايس الرز والديزرتس الحلوة، ابل كيك كيك بالتفاح شوكلت كيك كيك بالكاكاو ايس كريم والفروت سلطة سلطة الفواكه والدرينكس المشروبات اللي متوفرة فروت جوسز عصائر الفواكه ميلك شيكس لبن مخفوق كولا ولمونيت عصير الليمون تي الشاي كوفي القهوة ماينرال ووتر المياه المعدنية لحد الآن هذه غير مهمة يعني قائمة الطعام غير مهمة لكن التعاريف اللي بأسفلها تعاريف مهمة جدا 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 مطلوبة تجينا على شكل إسقاطات شون يعني استاذ تجين على شكل إسقاطات يعني هذن الكلمات الجريلد البيكت اللام البيف الفرايد يشيلهن ينطيني اياهن بأعلى السؤال وينطيني التعاريف كاملة فيقول لي سقط الكلمة أمام التعريف المناسب لها مثل ما راح نجي نشوف احنا منطيني كتاب النشاط تمرين كامل متعلق به هذا اني والتمرين اللي راح نحله بعد دقائق ان شاء الله مهمات جدا بسؤال الاسقاطات يعني كمثال يقول لي اللام انت لازم كطالب تعرف ان اللام is the meat of the sheep هو لحم الخروف والبيف the meat of cow هو لحم البقر الفرايت شنو معنى كلمة فرايد قلنا معناها مقلي cooked in hot fat or oil مطبوخ بسمنة حارة أو زيت حار grilled معناها مشوي cooked under strong heat مطبوخ تحت حرارة عالية baked هم معناها مشوي لكن شنو الفرق الفرق انه cooked in the oven مشوي في الفرن او الفرن الكهربائي اثنين مشوي ذني لكن واحدة مشوي شلون على الفحم واحدة مشوي في الفرن الكهربائي هذا ما يخص هذه الفقرة مثل ما وضحت هذني حال تكتبون بالدفتر وتحفظوهن لان من الممكن تجيني بسؤال الاسقاطات ننتقل للفقره الثانيه شو يقول لي يقول لي which things in the menu are good for you ما الاشياء اللي انذكرت بهذا المنيو جيده لصحتك جيده لك فمثلا هنا احنا بدروس سابقه شرحنا الاشياء الصحيه والغير صحيه جيدة والغير جيده فكمثال الاشياء الجيده الفش السمك الفروت الفواكه البوتيتو البوتيتا الى اخره لكن الاشياء الغير جيده كمثال الفرايز المقليات الاشياء المقليه ليش؟ لان بها الكثير من الفات السمنه وهكذا مجرد أننا نعرف إن الاشياء الجيده والغير جيده وراه يقول لي ذا ويتر سبيكس فيرست النادل تحدث اولا which of the following things اي من هذه الاشياء منطيني خيارين يا هي من ضمن الاشياء بلو اسفلها Do you think he will say اي من هذه الاختيارين اللي منطيك تعتقد بان هذا النادل سيقول يعني النادل حكى هذا الكلام لو حكى هذا الكلام نجي نتعرف على اللي قال النادل واللي ردت به العائله لانه صار ثاني شيء يقول لي يقول لي هو دو يو من الذي تعتقد انه رد اند وات ويل هي اور شي وما الذي سوف يقوله او سوف تقوله هسه نجي النادل ايش قال؟ قال وات دو يو ما الذي تريده جود ايفنينج مساء الخير Are you ready to order sir هل أنت جاهز لكي تطلب يا سيدي Can I take your order sir هل لي أن أخذ طلبك يا سيدي أكيد هذا الكلام هو اللي يقول النادل فأكتب فوقه الويتر هذا اللي يقول النادل زين من اللي رد عليه من العائلة أكيد اللي رد عليه هو الشخص المسؤول اللي هو الفادر الأب ايش يرد عليه الفادر الأب يرد عليه بوحدة من الجمل أكيد يقول له good evening مساء الخير we are not ready نحن لسنا جاهزين بعد يعني إحنا بعد ما متفقين على كل اللي راح ننزله no sorry we are not ready كلا آسفين نحن لسنا مستعدين بعد yes thank you نعم شكرا لك وهكذا إذا هذا مجرد نشاط صفي نتعرف على الأشياء اللي راح يقولها النادل والأشياء اللي راح يرد عليها مسؤول العائلة اللي هو الأب أو الأم الكلام اللي راح يرد به على النادل ننتقل إلى كتاب النشاط يقول لي listen what do the family order ما الذي طلبته العائلة write M for Mina أنا نركز وياي طلاب write M for Mina يقول لي مثلا مينا طلبت طلب الطلب أو طلبت أحد الأكلات اللي موجودة بهاي القائمة فالطلب اللي طلبته تكتب عليه حرف M كمثال وتكتب W إذا طلبه وليد والطلب اللي طلبه وليد تكتب عليه W و F for father وتكتب F للطلب اللي طلبه الأب إذا هنا راح نقرأ المقطع النصي أو هي المفروض إحنا نستمع المقطع الصوتي لكن لعدم توفر المقاطع الصوتية طلعناها على شكل مقطع نصي راح نقرأ المقطع النصي ونعرف كل واحد من الأفراد العائلة شنو طلب أو شنو الأكل اللي طلبها ونكتب أمامه الحرف المناسب له فمن تتحدث تقول I'd like to بيكت بوتيتو أود أو أرغب ببوتيتا مشوية فهنا أنا أروح على البوتيتا المشوية اللي بأسفل القائمة أكتب عليها يا حرف حرف والآن باعتبار مين هي اللي طلبتها آه الناد اللي يرد عليها يقعد بيك بوتيتو سجل انه تطلب بيت بوتيتو بوتيتو مشوية and some meat or fish قالها زينة تريدين لحم او سمك مين ردت عليه نو no, thank you I am not very hungry كلا شكرا لك انا لست جائعة الأب يتحدث How about pizza؟ ماذا عن البيتزا؟ أه، تريدون بيتزا يعني؟ مين ترد عليه؟ No thanks daddy but I'd like a salad please كلا شكرا لك لكنني أريد سلطة هنا أنا إذا أروح على السلطة هم أكتب عليها حرف الأم إذا هذه السلطة أكتب عليها حرف الأم باعتبار مين هي اللي طلبت السلطة النادل a mixed salad هل تريدين سلطة مخلوطة؟ with tomatoes, lettuce and onions مع الطماطة والخس والبصل مينا قالت أوه oh, يس yes, that sounds lovely نعم ذلك يبدو لذيذا and can I have a little butter on the baked potato please قالت لو هل يمكنك أن تضع بعض الزبد على البوتيت المشوية رجاء النادل yes of course miss and for desserts قالها نعم بالطبع يا آنسة وماذا عن الحلوى شو تقول له؟ تقول له I'd like some fruit salad أود بعد سلطة الفواكه إذا فروت سلط اللي هي سلطة الفواكه طلبتها هم انا مينا فأكتب عليها حرف الأم نكمل and little ice cream please إذا طلبت بعد شنو ice cream إذا كذلك الايس كريم cream طلبتها مينا الويتر يقولها fruit salad and ice cream and what would you like to drink يا زين تشتري تحبين تشربين شو ترد على يمينا؟ او اي فورجت اباوت درينك قالت الآن نسيت الشراب اللي المفروض اشربه اورنج جوس بليز عصير برتقال رجاء من المشروبات عصير برتقال ما موجود عصير البرتقال اذا نخلي على الفروت جويسز على عصائر الفواكه حرف العم هم يعتبر البرتقال من الفواكه ويتر uh, النادل وان اورنج جوس ثانك يو واحد عصير برتقال شكرا لك يا انسه الابي تحدث ناو يو وليد والآن دورك يا وليد Well I am hungry قلها حسنا أنا جائع I like large burger I would do burger أو سندويشة همبرجر كبيرة إذا البرجر أروح على البرجر أكتب عليها حرف الدبليو W and fries please وكذلك الفرايز أروح على الفرايز أخلي عليها حرف الدبليو W وبعد ودي يكمل لكن قاطع الأبو قال له you should have some vegetables وليد عليك أن تحظى ببعض الخضروات يا وليد. فالويتر يجاوب The burger come with سمول small salad sir ايش قال له النادل قال له ترى البرجر ينزل ويا بعض السلطة أيضا فالفادر Oh fine حسنا وليد يكمل And for the dessert I'd like large piece of chocolate cake ومن أجل الحلوة أريد شوكليت كيك إذا على شوكليت كيك أخلي حرف ال W هذا chocolate كيك أخلي عليه حرف ال W وراها and a lot of ice cream وأود الكثير من الايس كريم إذا الايس كريم طلبة مينا وكذلك طلبة وليد فاذر uh, father not too much ice cream يلا ليس كثيرا من الايس كريم waiter chocolate cake and ice cream سجل هنا النادل إنه طلب uh, كيك بالكاكاو والايس كريم not too much and to drink وماذا عن الشراب الوليد قال له can I have a large cola please هل لي أن أحضر بعلبة كبيرة من الكولا إذا كولا اكتب عليه حرف ال W. Uh, one large cola, thank you, and what would you like وما الذي ترغب فيه يا سيدي؟ يتحدث مع الاب. قال I'd like some grilled fish. اود ببعض السمك المشوي. هذا ال grilled fish اخلي عليه حرف الاف اللي هو الفاذر. اذا تعرفنا على الطلبوع وليد ومينا والاب من قائمه الطعام اللي دخلوا بها بالمطعم. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري. والامتحان الوزاري عبارة عن نشاط سماعي المفروض أنه الأستاذ يعلق المقطع الصوتي بداخل الصف ومن خلال المقطع الصوتي الطلاب يحددون الأشياء اللي أكلها وليد اللي أكلتها مينا اللي أكلها الاب اللي طلبوها من قائمة الطعام مجرد نشاط صفي سماعي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل لأتمرين رقم ثلاثة Complete the sentences أكمل الجمل التالية شوف هنا أنا. يقول لك أنت شفت المحادثة اللي دارت بين النادل وبين العائلة فتقدر تكمل هذه المحادثة كمثال فراغ to order sir شنو الكلمة المناسبة أو العبارة المناسبة للفراغ يسألهم النادل are you ready to order sir هل أنتم جاهزون لكي تطلبوا يا سيدي فش يرد عليه يقول له فراغ baked potato please شنو الكلمة المناسبة للفراغ أقول لك كمثال I like baked potato please أود أو أرغب ببوتيتا مشوية رجاء آه يرد عليهم النازل what فراغ to drink شنو العبارة المناسبة للفراغ What would you like to drink? ما الذي ترغب بأن تشربه؟ فيرد عليه فراغ لارج كولا بليز شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ كمثال Can I have large cola please? أو I'd like large cola please إلى آخره. هذا مجرد كذلك نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. ننتقل إلى تمرين رقم أربعة يقول لي Use the phrases from exercise 3 استخدم عبارات من تمرين رقم ثلاثة to order meal from the menu take turns and waiter شوف هنا أنا يقول لك انت تخيل نفسك بالمطعم شنو الميل الوجبه اللي راح تطلبها وشنو الحلوى اللي راح تطلبها وشنو الدرينك الشراب اللي راح تطلبه هنا الطالب مخير انه يكتب الاكلات اللي يريدها كمثال grilled fish آه سمك مشوي وبالنسبه للحلوى ايس كريم وبالنسبه للدرينك المشروبات كمثال اقول له orange juice عصير برتقال وهكذا كذلك هذا النشاط الصفي غير مهم بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي مجرد يطلب من الطالب انه يختار الاكلات والحلوى والمشروبات اللي يطلبها من قائمه الطعام هسه نجي على المهم هذا التمرين تمرين مفردات مهم جدا 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 شوف انا قبل شوي قلت لكم على شكل اسقاطات منطين التعريف كامل ويقول لي سقط الكلمات بالتعريف المناسب لها فهنا كمثال cooked in hot fat or oil مطبوخ بسمنة أو زيت حار سمينا هذا الشيء المطبوخ بسمنة أو زيت حار سميناه فرايد قبل شوية حلينا فرايد وكذلك cooked in the oven مشوي أو مطبوخ في الفرن الكهربائي أو الفرن سمينا سمينا baked إذا نخلي baked وهكذا cooked under strong heat مطبوخ تحت حرارة عالية سمينا سمينا grilled وهكذا ميت اوف كو لحم البقر شو نسميه؟ نسميه بيف زين لحم الخروف شو نسميه؟ نسميه لام هاي الطريقة اللي ممكن تجيك بيها بالامتحان مثل ما وضحنا بداية الدرس ان ضمن الكلمات يجب حفظ معانيها وتجيك على شكل اسقاطات هذا التمرين امامكم من الممكن يجيب لك اياه بالامتحان الشهر الثاني كاملا على بسؤال الاسقاطات يطلب من عندنا سقط الكلمة امام التعريف المناسب لها هذا كان درسنا لهذا اليوم تعلمنا ببعض الكلمات المتعلقة بالمطعم المحادثة داخل المطعم تعرفنا بي على أنواع الأكلات وبعض الكلمات الغامضة المتعلقة بالأكلات لحم الخروف شو نسميه لحم البقر شو نسميه الأشياء المشوية المقلية شو الكلمات المناسبة لها ووضحنا أنه هذه الكلمات من الممكن تجيك بالامتحان التحريري بسؤال المفردات على شكل إسقاطات اما باقي انشطة هذا الدرس انشطة صفية غير مهمة بالامتحان التحريري او الامتحان الشفوي ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو اي سؤال او استفسار او اضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على الحسابات الموجودة معكم على الشاشة